عملتوا ايه؟ الارض انشقت وبلعت كل الفلاحين. والنتيجه؟ البوليس عنده تعليمات بالقبض على المشتبه فيهم يا فندم. كل الفلاحين مشتبه فيهم، داسوا ارضي واعتدوا على الراجل بتاعي، بلغت بهم الجرأة انهم يهاجموا بيتي. فاضل ايه بعد ما كانوا عايزين يحرقونا والبوليس مش عارف يمسك فلاح واحد؟ يا باشا احنا عاملين حصار على البلد وفي حاله ايه يا فندي؟ ده عجز منكم، ده تقصير هتحاسبوا عليه. جريمه حصلت والفاعل موجود قدامكم، اذا كنتوش قادرين انتم تجيبوه انا اقدر اجيبه. يا برعي، يا خليل، يا رزق، انا عايز نسوان الفلاحين حالا هنا. لكن الكيل طبع ومش هنرضى بعيشة الكلاب. فاتر كتير ما بعنا القليل وهتدفعوا الثمن، هتدفعوا الثمن. فيه اللقوة منكم ومن ظلمكم، فيه عدل السما. ربنا قادر على كل مفتر ظالم، ربنا ما يتهم منكم يا ظلمة يا ظلمة. كلاب فاتوا مع جلابش، يلا اقصدني يا راب. البلد انا شايف خراب في كل حته. فين الناس؟ فين امي؟ فين ابويا؟ العساكر بيعملوا ايه في البلد؟ خير يا عواد؟ خير؟ انا مش شايف خير ابدا. بس هدي نفسك، انت لسه راجع من السفر وتعبان. امي جالنا حاجه؟ ابويا راح فين؟ امك بخير يا عواد وزمانها جاي. تعالى ندخل نستناها جوه. ما تعذبينيش اكتر من كده، مش قادر استحمل. حصل ايه؟ فهميني. ابويا راح فين يا امي؟ معرفش يا ابني اذا كان ابوك وعمك عايشين ولا ميتين. ازاي الكلام ده؟ ما سالتيش حد من الرجال عليه؟ محجوزين كلهم في السرايا. محجوزين في السرايا؟ اي عرف واي خنون؟ دي فوضى، ده ظلم، ظلم ما حدش يرضى بيه ولا يسكت عليه. عواد عواد عواد. ميه ميا 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 ميا.
من اهل البلد، جاي اسالك باي حق وباي قانون تحجز رجاله البلد في قصبك وتعمل اللي انت عملته ده؟ ازاي ولا تكلمني باللهجه دي؟ انا بتكلم باسم العداله والقانون، في قانون في البلد نحتكنه كلنا، ظالم ومظلوم، في حكومه ليها سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه، باي حق تدي نفسك السلطتين دول؟ احترم العدل يا باشا وافرج عن الناس في الحال. ما شاء الله الكلاب اتصعرت. احنا مش كلاب يا باشا، احنا بني ادمين لينا حق الحياه زيك تمام. امشي اطلع بره. مش خارج لما اتخرج اهل بلدي قبل مني يا باشا. خلي القانون ياخد مجراه يا باشا. منتهى البجاحه، تخالفوا القانون وتطالبوني باحترامه. القانون يسمح لك انك تدخل بيتي من غير اذني؟ انا ما تهجمتش عليك، انا جاي اخاطب ضميرك، جاي اطلب حق ابويا وعمي واهل بلدي. ابو اليدين، مين اللي خلاك يدخل هنا؟ اسمع عني يا باشا، ما خدتش بالي. اسمك غفير بتحميني؟ قلتوا فين انتوا كمان؟ ايوه ما هو اصل يعني يا مكرمين يا كلاب، كلكم تستاهلوا الحرب. ودور يا اخوه عشان يكون هيبعد بقى الغضب. الواد ده ابن مين يا خليل؟ ده ابن سلماوي اللي حط نفسه في سكة التراكتور. المرحوم سلماوي يا خليل. ابويا ابويا قتلتوه يا وحوش يا مجرمين. يا علي